And the Oscar goes to... The King's Speech. فيلم The King's Speech يفوز بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم، كما حصد الفيلم جوائز أوسكار لأفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل نص أصلي. الفيلم، وهو عبارة عن دراما ملكية، يحكي قصة الملك المتردد جورج السادس الذي يعاني من مشكلة التلعثم في الكلام، مشكلة يحاول التغلب عليها قبل دخوله الحرب ضد النازيين. كما فاز الممثل الإنجليزي كولين فيرث بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The King's Speech. I have a feeling my career has just peaked. أما جائزة أفضل ممثلة فعادت إلى ناتالي بورتمان عن دورها في فيلم البجعة السوداء، ويدور الفيلم، وهو من نوعية أفلام الإثارة ذات الأبعاد النفسية والجنسية، حول راقصة باليه على حافة الجنون. I want to thank my parents who are right there first and foremost for giving me my life. In a better world. From Denmark. فيلم في عالم أفضل للمخرجة الدنماركية سوزان بيير فاز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي. الفيلم يحكي قصة طبيب تتأرجح يومياته بين عائلته ومهنته في أحد ملاجئ اللاجئين في جنوب إفريقيا. ووزعت الجوائز في الحفل 83 الذي أقيم في هوليود بحضور عدد كبير من النجوم العالميين وبمشاركة أفضل الأفلام لهذا الموسم.